وللحديث أكثر حول الإشادة الملكية السامية بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة النائب محمد السيسي البوعينين عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. سعادة النائب بعد التحية، ماذا يمثل الدعم الملكي السامي من جميع النواحي للقوات المسلحة والأمنية في مملكة البحرين؟ يا مرحبا يا اخوي، امسي عليكم بالخير وعلى الاخوه المشاهدين في تلفزيون البحرين، واتمنى لكم اطيب الاوقات. مما لا شك فيه رد على سؤالك ان الدعم الملكي السامي من حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى والغائد الاعلى لقوات دفاع البحرين ايدها الله للقوات المسلحه والامنيه في مملكه البحرين ليس وليد اللحظه، بل هو اهتمام مستمر ومباشر على مدى عقود طويله. أسهم بمسيرة عظيمة من إنجازات ونجاحات بمختلف القطع العسكرية والأمنية والتي تشكل الدرع الحامي لمملكة البحرين. على مدى عقود عديدة استطاعت بفضل القيادة الحكيمة والإدارة الصحيحة بحفظ أمن واستقرار المملكة، حيث جسدت تلك القوات المسلحة والأمنية دورها الوطني المهم في حفظ استقرار مملكة البحرين وحماية مكتسباتها ومقدراتها والذود عن حياض الوطن بفضل الدعم اللامحدود من سيدي حضرة صاحب الجلالة. وأن ما وصلت إليه اليوم الأجهزة العسكرية والأمنية من جاهزية قصوى، وهي أمانة محل فخرنا في مجلس النواب البحريني، تعكس لنا ما تحظى به تلك الصروح الوطنية الشامخة من دعم واهتمام من لدى القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة أيدها الله، وبالشكل الذي يضمن لها الاستمرار في التقدم والتطوير والإسهام المتواصل في دعم المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين وفق رؤية مستدامة. فالبذل والعطاء والتضحية والفداء هي من سمات الأصيلة لأجهزتنا العسكرية والأمنية، والتي هي بلا شك مستقاة من سمات النهج الكريم لسيدي حضرة صاحب الجلالة الغائد الأعلى لقوات دفاع البحرين أيده الله، من عطاء مستمر ومتدفق لدعم مسيرة الوطن والمواطن. وأن هذا الاعتزاز الملكي بالجهود الهادفة للتصنيع العسكري تعكس توجه الحكيم نحو زيادة الابتكار في التصنيع العسكري لما تحمله من أهمية كبيرة، ورسالة واضحة تأكد على نشر وترسيخ ثقافة الابتكار لدعم الإبداع وتطوير المهارات ورفع الكفاءة والجاهزية الأمنية والعسكرية. والذي انبثق من ذلك اهتمام الملك الكريم جائزة ناصر بن حمد للابتكار العسكري، والتي جاءت لتعزز الابتكار في التصنيع العسكري لتتسق مع الرؤية الحكومية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبدعم ومتابعة مستمرة من قبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفه بن احمد الخليفه الغائد العام لقوات دفاع البحرين، في تاكيد واضح على الايمان باهميه تحفيز الابداع وتعزيز ونشر ثقافه الابتكار لدى منسوب قوات دفاع البحرين. نعم. وختاما اخي الكريم، نتبني افكار الموهوبين والمتميزين وتوفير بيئه تنافسيه في تقديم ابتكارات فعاله تسهم في تطوير الاداء والارتقاء بالممثل العسكري البحرينيه، واطلاق الطاقات والفكر المبدعين من ابناء الوطن ومنسوب قوات دفاع البحرين، التي هي أمانة نحن في مجلس النواب في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني نفتخر بوجود هذه القوة المتميزة التي ساهمت في الدفاع عن حياض الوطن في مناسبات مختلفة، وآخرها طبعا كان في الحد الجنوبي، حيث يؤدي أبطال قوة الدفاع من ضباط وأفراد وأفراد صف واجبات عظيمة منوطة بهم، نفتخر بها جميعا. نعم، شكرا لك سعادة النائب محمد السيسي البوعينين عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا لك.